أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة بلدنا الأصيل الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن نعود مرة أخرى في لقاءات ضمن شخصيات طبية واجتماعية. واليوم بكل حب وتقدير واحترام يسعدني ويشرفني أن نلتقي بالدكتور وليد القس صيفان في لقائنا هذا اليوم. أهلا وسهلا بك دكتور، وشرفتنا في قناة بلدنا. بالبداية أريد أقدم شكري إلى قناة بلدنا الأصيل وللأستاذ فؤاد بوداغ على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع مو ممل وبفائدة للمشاهدين إن شاء الله. دكتور، في بداية هذا اللقاء كالمعتاد نحب للسادة المشاهدين أن نعرف السادة المشاهدين عن اختصاصك. أنا اختصاصي هو طب الأسنان عام. طبعا طب الأسنان هو مجال واسع جدا، فالطبيب الأسنان العام يمكن أن يمارس عدة مجالات في طب الأسنان، منها مجال التجميل أو التقويم والجراحة وإلى آخره من الاختصاصات. فطبيب الأسنان العام يقدر يمارس إلى درجة معينة كل هذه الاختصاصات. نعم دكتور، كما تعلم أنه هنالك أمراض الفم والأسنان، وهذه معروفة منذ قدم، ما تأثيرها على الصحة العامة؟ طبعا سؤال مهم جدا هذا، لأنه الفم والأسنان هي جزء من الجسم كله، فأكيد أي خلل أو أي مرض يصيب الفم والأسنان راح يكون له تأثير كبير على الصحة العامة. أنا دائما أقول أنه صحة الفم هي بوابة الصحة، لأن غواية من الأمراض اللي تدخل الجسم تدخل عن طريق الفم. طبعا إذا أكو مرض أمراض الفم مثل أمراض اللثة أو تسوس الأسنان اللي تؤدي في بعض الأحيان تؤدي إلى جراحة اللي نسميها التهاب قوي أبسس، هاي ممكن تأثر على كل أجهزة الجسم، لأنه إذا دخلت بالدم فراح تسبب الجراثيم تنتقل من الفم إلى أعضاء الجسم مثل الكبد مثل القلب مثل الكلى حتى إلى الدماغ. ولهذا صحة الفم هي مهمة جدا حتى نقدر نسيطر على الأمراض. فمثلا من الأمراض اللي شائعة جدا خاصة في جاليتنا هو مرض السكري. المرض السكري له علاقة قوية جدا بصحة الأسنان. أمراض اللثة تسبب عدم القدرة على السيطرة على السكري. فمن المهم جدا إنه الإنسان يهتم بصحة فمه حتى يقدر يسيطر على الأمراض الباقية. نعم دكتور، يعني دكتور نقدر نقول أمراض الفم لها صلة مباشرة مع أجزاء الجسم الأخرى. تماما. وخاصة إذا كان السكري طبعا الخطورة. هذا مثال واحد من الأمثلة. نعم. يعني أكو أمثلة أخرى مثلا حتى أمراض القلب والجلطات الدماغية وإلى ذلك، كلها لها تأثير من صحة الفم. فمثلا اللي عنده أمراض قلب ممكن أي جراثيم تدخل بالدم تسبب التهابات الأغشية حول القلب وتسبب مشاكل كبيرة، وهي ممكن تجي من الفم. فضروري أنه الفم يكون بصحة جيدة. نعم دكتور، إذا ردنا نميز بين طب الأسنان في الماضي والحاضر، كيف تقيم هذه المراحل؟ طبعا هو طب الأسنان مثل أي علم موجود تطور مع الزمن، وبنفس الوقت التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الرقمية اللي نسميها الديجيتال غزت مثل ما غزت باقي العلوم وباقي المجالات بالحياة، غزت طب الأسنان أيضا طبعا نحو الأحسن، لأنه الأجهزة الحديثة الموجودة حاليا تسهل أمور كثيرة، تسهل التشخيص وفي نفس الوقت تسهل العلاج. ولذلك احنا يعني نحاول دائما نكون updated، اللي هي معناها انه نواكب ما موجود من تكنولوجيا حديثة تستخدم في طب الأسنان، وطبعا هذه كلها لصالح البشرية. نعم دكتور، طبعا
أكيد هذه توضيحات مهمة من حضرتك للسادة المشاهدين. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم أنه جمالية الأسنان هي بالضبط جمالية الابتسامة، وتعطي ابتسامة جمالية أكثر، فهل هنالك نصائح للسادة المشاهدين أن تنصح الناس أن يهتموا بأسنانهم وكذلك بالفم؟ بالتأكيد النصائح، يعني النصيحة اللي الإنسان يقدر يسويها لنفسه اللي هي الاهتمام بصحة الأسنان عن طريق الفرش الأسنان بشكل منتظم، استخدام الخيط الطبي في تنظيف ما بين الأسنان، لأنه الفرشة ما توصل إلى كثير من مكانات بين الأسنان، ولذلك أنا أعرف أنهم غالبية البشر يفرشون أسنانهم، لكن غالبيتهم ما يستعملون الخيط الطبي اللي هو تكملة لفرش الأسنان بالفرشات. بالنسبة للاهتمامات الثانية هو أنه الإنسان لازم يسوي فحص دوري، لأنه مهما تكون تعتني بصحة أسنانك ما ممكن توصل إلى 100% أنه تقدر تعالج كل شيء. فالفحص الدوري من قبل طبيب الأسنان وأخذ الأشعة، خاصة حاليا الأشعة ما تأثر على الإنسان مثل ما كانت قبل، لأنه الأشعة الرقمية اللي هي ديجيتال إكس راي، الإشعاع اللي تستخدم به هي أقل بكثير من الطريقة السابقة اللي كانت أفلام وتحمض. فالزيارات الدورية لطبيب الأسنان ضرورية جدا، لأنه بعض الأحيان نكتشف شغلات ما إلها بعد أعراض بالفم، خاصة التسوس البسيط ممكن ما يكون عنده أعراض نهائيا. يعني بالماضي دائما الإنسان كان يروح ينطبي بالأسنان من يصير عنده مشكلة أو ألم أو التهاب أو فد شيء. حاليا يعني النيو أبروتش، الطريقة الجديدة، هي أنه إحنا ما ننتظر إلى أن تصير أعراض. ممكن أكو هواية أمراض أو هواية مشاكل بالفم ما بها أعراض، ممكن تتعالج ببساطة إذا كانت في بدايتها، من أنه ننتظر إلى أن يصير بها أعراض العلاج يكون أصعب وأكثر وأغلى وأكثر متعب. دكتور، حضرتك تحدثت عن فرش الأسنان يعني دوري ويومي، يعني هناك بعض المرضى أو بعض الأشخاص يعانون من اللثة، فرشة الأسنان تلامس اللثة أثناء فرش الأسنان، يعني هل هنالك من معالجة هذا الموضوع؟ هي فرشة الأسنان من تلامس اللثة هذا مو شيء سلبي، وإنما هو شيء إيجابي، لأنه التجمعات اللي تصير على الأسنان تصير على أطراف اللثة نفس الوقت، وحتى على اللسان نفسه، فملامسة الفرشة للثة هو ضروري لإزالة هاي الترسبات الموجودة على الأسنان وعلى اللثة. وأيضا أنا أنصح أنه اللسان أيضا يخضع لتفريجته، لأنه اللسان يجمع بقايا الأكل وتفسد وتصير التهابات. فأكو كثير من الناس يعانون من مشكلة أنه إذا فرشت أسناني راح يطلع الدم من عندها. طبعا هي هاي العلامة اللي تطينا أنه اللثة ملتهبة. اللثة المو ملتهبة ما يطلع منها دم، حتى إذا تفرجها 5 مرات ما يطلع منها دم، بس اللثة الملتهبة يطلع منها دم. فكثير من الناس يقولوا لي بالعيادة أنه إحنا نفرج يطلع دم فنبطل ما نفرج، هذا شيء خطأ كلش كبير. المفروض من يطلع دم من اللثة معناها تحتاج تفريج أكثر، تحتاج عناية أكثر، وإذا ما قدروا هم يسيطرون عليها فيرجى مراجعة طبيب الأسنان، لأنه بعض التكلسات اللي يصير صلبة ما ممكن إزالتها بالفرشة، لازم عن طريق أجهزة في عيادة طب الأسنان. نعم دكتور. دكتور، في السابق يعني كنا نسمع أنه يقولون قلع الأسنان يم الحلاق وبالخيط. شنو كانت أصور؟ يعني أكيد هنالك سلبيات، هنالك بعض الأمور قد تترتب على هذه العملية. هو يعني بالسابق بالأيام اللي ما كان أكو أي وعي صحي. نعم. وطبعا بنفس الوقت كانت نوعية التغذية هي نوعية بسيطة جدا، ما كانت تحتوي على كميات الكبيرة من
من السكر اللي احنا متعودين عليه اللي نسميه الكاندي وال فكانت تصير عندهم امراض لثه، ما يعتنون باسنانهم ما يفرشوا، يصير عندهم امراض لثه، يصير انحصار باللثه والعظم اللي حوالي الاسنان، فالسن يقوم يتحرك، فكان من البساطه انه يشدوه بخيط ويشلعوه بنفسهم لان ما كان عنده عمق بالعظم. اما حاليا ما ممكن شلع الاسنان اللي تحتاج شلع بهاي الطريقه، لانه اكيد ما راح توصل الى يعني نفس النتائج. اما بالنسبه للحلاق وطبيب الاسنان فهم دائما متلازمين تاريخيا، كانوا اكثر يعني الاماكن اللي ما بها اطباء اسنان كان الحلاق يقوم بهذا الدور، وطبعا هم كانت تصير مشاكل بس الوعي الصحي كان ضعيف جدا. ف يعني كان الحلاق هم حلاقهم دكتور، يعني هو اكو فد علاقه وطيده بين طب الاسنان وبين الحلاقه. صحيح. يعني ما اعرف اذا حاولنا نزين الناس ما اعرف اذا ننجح له لا. صحيح دكتور، طبعا اكيد الابتسامه قلنا مثل ما قلنا لحضرتك انه لها علاقه بجماليه الاسنان، عوده لنفس السؤال. نعم. لكن احنا اليوم نشوف تبييض الاسنان، تبييض الأسنان نعم. صارت اليوم موضة، يعني بحيث أنه كل واحد يروح يبيض أسنانه ويكمل هذه. بس إحنا شو نقول؟ نقول أكيد كل عمل بإيجابيات وبسلبيات، نسبة الإيجابيات ونسبة السلبيات. وطبعا أعزائي المشاهدين حتى أقول لكم أنه الدكتور طبعا أكيد إذا كلش خفيفة ما يأذي من يسوي الأسنان، وهي أسناني أنا قدام هو سواها طبعا مشكور. والابتسام ما تتغيرت، كان صارت أحلى، وإن شاء الله راح نراجع الدكتور وليد حتى يكمل الباقي. الدكتور يعني قلنا نعود للسؤال أنه شلون إذا قسم من الناس سمعنا وبالأحرى أطباء أيضا قالوا إلها تأثيرات سلبية لديمومة الأسنان في حالة التبييض. يعني التبييض الأسنان يعني راح أحكي لك على تبييض الأسنان هنا بكاليفورنيا اللي يعني عندي خبرة أكثر من أي مكان به. هنا ماكو أي إنتاج نتاج أو برودكت نسميه للتبييض الأسنان إذا ما يمر تحت تجارب، والتجارب هذه مو تكون يعني تجارب بشكل عشوائي، وإنما أكو منظمات مثل منظمة الـ FDA لازم يكون هذا الدواء اللي طلعوه لي تبييض الأسنان لازم يكون أبروفت يعني موافق عليه من قبل FDA، وإذا وافقوا عليه فيكون خاضع إلى تجارب كثيرة. فمعظم المواد المستخدمة بتبييض الأسنان تحوي على قاصر، مثل يعني القواصر الموجودة اللي يستخدموها مثل الأكسجين أو اللي نسميه الهيدروجين بيروكسايد، وبنسب معينة يخلط ويا مواد ثانية جيلاتينية. النسب المسموح بها بالأسواق over the counter تكون نسب دائما ضعيفة، لأنه حتى لا تكون تأذي. أما النسب اللي يكون البرسنتج النسبة المئوية مالتها أعلى فما يسمح بها over the counter، لازم في عيادة طبيب الأسنان. بكل الأحوال التأثير هو إذا لامس اللثة يحرقها. يعني إذا لامس اللثة يسوي بليتشينج باللثة، يسوي بياض باللثة، فيصير حروق باللثة. أكو خطورة أيضا؟ الخطورة مالتها يعني محدودة جدا، ممكن تتلافاها خلال يومين أو ثلاثة، ممكن ترجع الأمور إلى طبيعتها، إذا خاصة إذا اتخذت الإجراءات رأسا فورا وراء ما صارت. إذا انضافت فيتامين إي وشغلات تنضاف على المكان سهل هاي الشغلة إنه تطيب بسرعة. تأثيرها على الأسنان أكو نوع، يصير نوع من الحساسية. ليش؟ لأنه هذه المواد اللي يستخدموها بالتبييض تفرغ المسامات الموجودة بالأسنان من الصبغ الموجودة بها، فكثير من الناس يعانون من الحساسية للبرودة بعد التبييض طبعا بنسب مختلفة. الحساسية ودرجتها تعتمد على شغلتين، تعتمد على النسبة المئوية من المادة القاصرة الموجودة، وتعتمد بالشكل بصورة ثانية على الوقت اللي تلامس الأسنان. فمثلا إذا تلامست الأسنان 5 دقائق تختلف عما إذا ساعة. فأني أنصح أنه من واحد يسوي تبييض أسنان
اولا انه يحاول يسوي في عياده طب الاسنان لانه كل شيء يكون مسيطر عليه. ثانيا يحاول يختبر نفسه، لان مو كل الناس عندهم نفس الحساسيه من طبعا. اكو ناس مثلا بخمس دقائق يصير عندهم حساسيه، واكو ناس لازم اكثر من ساعه. فكل واحد يختبر نفسه، يخلي ماده التبييض يخليها اول شيء مده قليله، بعدين يزيد شويه شويه، الى ان شاف مثلا دا تبدي الاسنان دا تتحسس يبقى على هاي الفتره اللي يختبرها هو. نعم. لان كل انسان كل مريض يختلف عن الثاني. يعني دكتور عفوا، نسبه التبييض، قصدي التبييض هو نسب يعني البرسنتج مالته، برسنتج مالته يعني الشاف وصل المرحله او البدايه، خلينا نقول استغل الدكتور. لا انا ده اقصد على المواد المستخدمه. اي هو المواد اقصد. يعني هالمواد هذه المستخدمه انه يتحسس اللي بيض الاسنان بنسبه المواد هذه. اي طبعا النسبه لها علاقه. نعم نعم. النسبه لها كل ما النسبه المئويه من الماده القاصره يكون اعلى، كل ما احتمال الحساسيه يكون اكثر. نعم. اعزائنا المشاهدين، طبعا في هذا اللقاء اللي ابهرنا دكتور وليد القس طيفان بمعلومات خاصة عن الأسنان ووظيفة الأسنان وكذلك مستقبل الأسنان من ناحية العناية، وكذلك تطرقنا إلى تاريخ هذا الطب في السابق والحاضر، وكذلك تطرقنا إلى المودة اللي هي حاليا هي تبييض الأسنان، ما سلبياتها وما إيجابياتها، ونقول نصائح الطبيب هي المهم والأهم. نشكر ضيفنا العزيز اليوم لحضوره معنا في قناة بلدنا الأصيل، ولنا لقاءات أخرى مع الدكتور وليد في تنويرنا لمعلومات أخرى حول البحوث والدراسات التي قدمها، وكذلك حول مستقبل الأسنان من الناحية الثانية والثالثة والرابعة. إن شاء الله راح نكون على شكل لقاءات مرحلية، ومنها كل مرحلة راح تكون لها موضوع خاص. تطرقنا اليوم عن بعض الأمور، ولكن هناك أمور أخرى وكثيرة مع الدكتور وليد كي يقدمها لنا في لقاءات أخرى. نشكرك دكتور على حضورك، ونتمنى لك الموفقية في عملك، وشكرا باسم قناة بلدنا لحضورك هذا اليوم. وأنا أيضا أشكركم على اهتمامكم بهذه المواضيع، لأنه موضوع التوعية الصحية لجاليتنا هو مهم جدا، لأنه المثل الشائع الموجود اللي نقول الوقاية خير من العلاج، فإذا قدرنا دائما نتجنب الأمراض هو أكثر أحسن بكثير من أن نحاول نعالجها. والتوعية هي أول بداية يعني منع ظهور الأمراض على الأشخاص. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم.